خرجت مظاهرات في أنقرة تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تطالب بوقف إطلاق النار في القطاع. المزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة التركية أنقرة عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية. عمر، إذا أرحب بك. إذا مظاهرات كبيرة عندك في العاصمة التركية تنديدا بما تقوم به قوات الاحتلال، تفاصيل أكثر عن هذا الخبر من فضلك. نعم فيروز، بعد التحية، بالفعل المظاهرات في تركيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي الهمجي على فلسطين وغزة لم تتوقف هذه المظاهرات منذ بداية هذا العدوان، ولكن المظاهرة اليوم كان هناك ما يميزها، وهو أن الأطفال كانوا هم من يقودون هذه المظاهرة. تم فيها عرض الكثير من الاحتياجيات الخاصة بالأطفال وتمثيلها بأنها احتياجيات ربما يعني تم إخراجها من تحت الأنقاض كما يحصل حاليا في غزة. يعني تم إيصال صورة إلى المواطن التركي بأن إن كان الملابس وإن كان الألعاب وإن كان الكتب والدفاتر وكل شيء يخص الأطفال وكذلك الشباب موجودين، هم يعني كما هي موجودة حاليا في المعرض الذي تم عرضه بعد صلاة الجمعة في أنقرة، هكذا هي الصورة في قطاع غزة. الهدف من هذه المظاهرة كما يقول يعني المنضمون إليها وكذلك من ينظمونها بأن وضع القضية الفلسطينية وغزة على رأس الأولويات والمحافظة عليها على رأس الأولويات في بالنسبة للمواطن التركي، وعدم السماح بأن يتم إنزال هذه القضية عن الأساس التي يجب الاهتمام به وكذلك مضاعفة الجهود لإيصال الصوت. نعم، المظاهرة كما يعرف في تركيا يوم الجمعة هي ليست عطلة رسمية، والمظاهرة كانت قصيرة، ولكن يعني التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي مستمر وبشدة مع هذه المظاهرات، وكل يوم تزداد هذه المظاهرات، وكل مظاهرة تخرج في تركيا كذلك نشهد أن أعداد المشاركين فيها يزداد يوما بعد يوم. هناك غضب كبير في تركيا، هناك مطالب كثيرة من قبل الشارع التركي ل يعني رفع العدوان هذا والعمل على أي شيء من الممكن أن يخفف من مشاكل ومن مآسي الشعب الفلسطيني وخصوصا سكان قطاع غزة، إيقاف هذه الحرب الهمجية وإيقاف هذه المحرقة كما يقول الأتراك ضد الفلسطينيين هو الغاية الأولى، وإيصال المساعدات. وكذلك هناك مطالب انضمت إلى هذه المطالب وهي محاكمة الإسرائيليين على هذه الجرائم ضد الإنسانية والجرائم الوحشية التي يتم ارتكابها، وبذلك يقوم القادة الأتراك كذلك يقومون ب كما يعلنون. الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن بأن تركيا سوف تعمل على كافة المحافل الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين على هذه المحرقة، وكذلك يعني يطالبون بعزل، سوف تعمل القيادة التركية كما يقول أردوغان على عزل إسرائيل أكثر فأكثر في كافة المحافل والمنصات الدولية. أيمن عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة التركية أنقرة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.